عضو اليمين وهسأل الإسلام، اليوم اللي بدأ النهاردة بقدر ما كان يوما طويلا وبقدر ما كان ممتلئ بكم أرقام، وهنا بقى هنرجع للأرقام مع دكتور مصطفى لأنها حاجة تخوف، تخوف أرقام مذهلة طبعا. يعني طبعا. مذهلة تخوف إيجابيا يعني لو هو إحنا عملنا كده بجد؟ مدهشة. أنت شفت اليوم والأرقام دي إزاي؟ الأرقام مدهشة تبعث يعني على الطمأنينة، أن كل الرسائل اللي وصلتني أنا كمواطن قبل ما أكون صحفي، لا الدولة بتاعتنا دولة كبيرة قوي، والتسويق ليها يجب أن يكون بهذا المستوى. الحقيقة النهاردة احنا كنا بنسوق للدولة المصرية مش بس للمواطنين المصريين، لا للمنطقة كلها وللعالم كله، بنقول لهم ماذا جرى، أين كنا، كيف أصبحنا. وهنا أقول أن الرئيس اختار أن يقوم كالعادة إن هو رجل الأوقات الصعبة، رجل المواقف الصعبة، رجل القرارات الصعبة والحلول الصعبة، ودي بعنيها كل كلمة من دول بعنيها الحلول الصعبة، الحلول الصعبة وجريئة، بمعنى طبعا ما هي صعبة جدا، وبالتالي يعني أي قائد يخشى على شعبيته إن هي تتراجع أو تهتز لا يمكن يتخذ قرارات شجاعة، ولكن ينحي هذه المسألة جانبا الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ قرارات شجاعة وقرارات أنا بعتبرها قرارات نبيلة جدا. ليه؟ لأنك أنت بتعمل إعادة إصلاح وإعادة هيكلة وإعادة بتعيد أنت تبني دولة من جديد، وبالتالي كل القرارات كانت جريئة، قرارات كانت صعبة جدا. لم يتوارى الرئيس خلف حكومة أو مجلس نواب أو حزب، ولكن تصدى لكل القرارات الصعبة واتخذها بمنتهى الشجاعة. وليس صحيح على الإطلاق كل الهلاوس التي كانت تردد أن ليس هناك دراسات جدوى. النهاردة الناس كلها بتكتشف أن كل المشروعات اللي كانت ماشية بالتوازي وأنك تفتح في جميع الملفات وكلها ملفات حساسة واستراتيجية وتكلفتها بالمليارات، دي دولة عظيمة فعلا، دي دولة كبيرة فعلا، ورئيس بحجمه وبقدر هذا الوطن العظيم يعمل ويتحمل. والنهاردة يعني حالة من الفضفضة، عادة الرئيس يتحدث يعني بالوضوح وبالصراحة وبالشفافية، بس كان في حالة فضفضة النهاردة. وانتوا قدامكم فرصة للتغيير، انتم أصحاب القرار وانتم اللي بتختاروا وانتم اللي بتصنعوا بكرة وبتصنعوا المستقبل. انتوا عايزين أي مسار اختاروا اتفضلوا. فأعتقد يعني اليوم يوم جميل، يوم يعني يفرح كل الشعب المصري، ومش عايز يعني كل ما هنعمل يعني مثل هذه الحالة، حالة من الطمأنينة وحالة من الرضا العام الشعبي الكبير جدا جدا اللي بيحصل منذ فترة من قرارات استثنائية تم اتخاذها من فترة، والنهاردة القرارات الاجتماعية حزمة كانت كبيرة طبعا، ويعني ممكن الدكتور يكلمنا على ان ده تحدي كبير للموازنة العامة للدولة. فمش عايز ان بالتأكيد الحرب المسعورة من الأفاعي سواء كانوا موجودين في الداخل أو في الخارج، نسمع لشائعات، هنسمع لشائعات، وكل ما نظهر إنجازاتنا وما جرى وما حدث، الأرقام يا أستاذ يوسف يعني مدهشة. والنهاردة كنت سعيد كمواطن، يعني الدولة اللي بتخلي 3% من موازنتها للتعليم و6% للصحة، فيحصل ان التايمز تحط 28 جامعة مصرية، منها جامعة أسوان ومنها جامعة بنها غير القاهرة، يعني جامعات إقليمية من ضمن تصنيفها في التصنيفات. لا فاحنا احنا بنقصد ما يو اس والصين وسيراماجو بتاع اسبانيا، يعني هي حدوته، هي فعلا حكايه وطن، حكايه وطن وحكايه شعب وحكايه قائد عظيم قوي.